السلام عليكم البنات، السلام عليكم اخواني اخواتي، معكم شيوطة في الشماليه قناتي وقناتكم. اليوم جبت لكم معايا واحد صابلي هشيش بالمذاق ديال الكوك اللي هو كيجي لذيذ بزاف البنات. كيف ما عودتكم كنجيب لكم غير الساهل والبسيط، مقادير بسيطه انتم تشوفوا معايا، وكيجي لذيذ وكيجي هشيش وكيجي مقرمش. دوزو معايا المقادير البنات. كنحتاج واحد 250 غرام ديال الزبده، جوج بيضات، كاس سنيده، نص كاس زيت، مغرفه صغيره، معلقه صغيره ديال الخميره، وواحد معلقه كبيره ديال النشا، وطحين حسب الخليط، وعندي كاس ونص ديال الكوك اللي حمرته. كنضيف الزبده ومع قبيصه ديال الملح، انا كنت دايرها في هذاك، وضفت البيض ديالي والزيت ديالي والسكر مع الزبده، وغنخدمهم مزيان كيف ما كتشوفوا. غنخدم البيض والسكر والزيت مع بعضياتهم حتى ينسجموا ليا ويولي عندي خليط متجانس. عاد نضيف الباقي ديال المكونات. كيف ما قلت لكم البنات، هاد الصابلي هذا او هاد الحلوه ديال الدوازاتاي اللي كتجي لذيذه وكتجي هشيشه بمقادير بسيطه، كندور انا موجوده في كل بيت، يعني ما فيهاش شي مقادير بزاف. دوزوا بها اتاي قهيوه، تعطوها لوليداتكم، يديو معاهم المدرسه، ماشي ضروري انكم تزينوا بالشوكولات، خليوها هيداك كيف ما بغيتو. المهم انا درتو بهاد المناسبه ديال العيد المولد النبوي، ودرت حتى الفقاس، ولكن الفقاس ما صورتوش، مره اخرى نصورو لكم فقاس ديال الخلاط، تا هو كيجي غزال البنات، مره اخرى ان شاء الله نصورو لكم. صافي البنات، ما كتشوفو خدمت الزبده مزيان مع السكر والزيت والبيض. دابا نضيف الكوك، كيف ما قلت لكم كاس ونص كوك حمرته. بغيتو تضيفوا اللوز، بغيتو لوز كطحنو بقشورو، بغيتو تضيفوا كاوكاو، بغيتو تضيفوا حليب غبره نيدو تا هو حمروه وضيفوه، نتوما كضيفوا اللي بغيتو، يعني اي نكهه بغيتو تزيدوها كتزيدوها. وهاد الكوك كيعطي حتى واحد المذاق مزيون. صافي، مع واحد معلقه كبيره ديال المايزينا حتى هي كتعطي واحد الهشاشه للحلوه ديالنا. صافي، دابا غنبقى نضيف الدقيق. انا البنات ما عبرتوش، انا كندير عيني مزياني، وواحد معلقه صغيره ديال الخميره باكين باودر، خميره ديال الحلوه، والدقيق يكون رطب ويكون خاص بالحلويات. كنبقى نضيف شويه بشويه حتى كنكون واحد العجينه اللي هي كتكون رطبه، كتكونش قاصحه اولا خفيفه، كتكون العجينه رطبه. كيف ما كتشوفوا كنجمع غير بالاطراف الاصابع، ما تدلكوش البنات، عمركم ما تدلكوا الصابلي، الا دلكتو ما يجيكمش زوين، كتبقاو غير تجمعوا شويه بشويه حتى كتجمع لكم العجينه، حيت الزبده كتبقى تطلق، نتوما حتى كتجيو باطراف الاصابع وهي كتعطيكم انكم تزيدوا الدقيق. هيدا كتستمر البنات حتى كتكونوا واحد العجينه كيف ما قلت لكم مرطبه، وفي نفس الوقت ماشي قاصحه وماشي جاريه، وبشركم بروكا ولا يدخل عليكم الصحه والسلامه، وباش كنتمنوا يا ربي ليكم لوليداتكم وكل ما عزيز عليكم. وكنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو كيف ما كنقول لكم دائما، فضلا وليس امرا، غير باش تعمل فائده، قديما نجيب لكم الجديد ان شاء الله يا ربي، ونشارك معكم كل شيء، يعني الوصفات البساطين الصعابين، وانا كنتمنى نبقى نجيب لكم وصفات غير بساطين،
وفي نفس الوقت يعجبوكم. هذا راه هو ساهل البنات وكيوجد دغيا الصراحه ضربيه، ما كياخذش الوقت كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غنجمع هاد الصابلي هذا راه باقي خصني نضيف ليه شويه ديال الطحين، شفتو كي باقي كيتلصق. صافي غنجمع داك اللي باقي ليا في القصريه، حتى ما يبقاش في العجينه تلصق. على ما كندلكوش البنات كنجمع لكم غير بصبيعاتي. غنزيد هاد شويه ديال الدقيق حيت باقي خصني نزيدها كنت باش نحصل على العجينه اللي بغيت ونرجع لكم. هاهي البنات العجينه، شفتوا كيفاش كتجي رطبه؟ انا نقسمها على جوج وعنكورها باش نطلقها معكم. غنعمل بلاستيك وعند تلقاشتو البنات كولور ديالها كيفاش كيجيب ديك الكوك. انا عملت بلاستيك البنات، بغيتو من بلاستيك كبيره انا ما عنديش، قطعت هادي. كديري بلاستيكه من التحت ومن الفوق وكتطلقي، ندير ريح مع حلى الشرجم داكشي كيطير باش يبان ليا الضو ديال مزيان. مع العشيه عاد عدلتو كنبقى الضو كيمشي. صافي البنات كنطلقو كيف ما شفتو معايا، ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق، يكون متوسط. راه ساهل بالنسبه للمبتدئات، يعني ما يصعبش عليكم وما يتجمع لكم لا في الفرن لا والو. تبعوا غير الطريقه وهاد المقادير وما يتجمعش لكم. شتو هذا هو السر ديال السابلي زواقة. عملت هاد الفراشة هادي اللي كتباع بخمسة دراهم، درتها فوق السابلي وعبقى نتكي بالمدلك كيف ما كتشوفو باش ناخد الزواقة كيف ما كتشوفو. صافي هيدا هانتوما كتشوفو شتي كيفاش تزوقت. غنجيب الطابع ديالي، نتوما اختاروا اي طابع. انا كنت باغا نديرها على شكل ورده، داك الطابع سبحان الله العظيم ما جبرتوش. صافي اكتفيت بهذا، شتو كيفاش كتجي البنات؟ كتجي غزاله صراحه دربي، انا عجبتني وكنتمنى حتى نتوما تعجبكم. يعني سهله سامبل وفي نفس الوقت كتجي لذيذه وهشيشه. فطلقتها كامله قطعتها كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غنحطهم في اللاطه وغنكون شعلت الفران نسخنو درجه الحراره 200 كيف ما كتشوف معايا. دابا درت في اللاطه كلشي الحلوه، عملت هادي ولاطه اخرى، دابا نديرو في الفران يطيب. ها هو كيطيب في الفران، هاو كيطيب. هاو البنات بعد ما وجد لينا خد لينا هاد اللون الذهبي محمر كيف ما كتشوفوا معايا، جا غزال. دوبت واحد شويه ديال الشوكولا كتزين، غنزينو مع الجنب ديالو كيف ما كتشوفوا معايا. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، راه ساهله. كتغطسوا الحلوه ديالكم في الشكلاط وكتحطوها في واحد بلاستيك هايدا حتى كيبس. ها هو الطبق النهائي ديالي البنات كيف ما كتشوفوا، كنتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم وتبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم باش تعمل فائده. وديروا ليا لي لايك
وكومونتير يكون مزيون بحالكم. انتما كتشوفوا الحلوة ديالنا كيف ما كتجي زينتي على هذا الشكل، نتوما التزيين كيبقى لكم اختياركم كيف ما كنقول لكم دائما، الشكل المهم المقادير يعني يكونوا مضبوطين وصافي. اما التزيين او الشكل يكون مربع يكون مدور يكون مستطيل كيبقى لكم نتوما الاختيار، وحتى التزيين كيبقى لكم نتوما الاختيار. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في الكومنتير وتقولوا لي كيفاش جاكم، وانا متأكدة انه يعجبكم ويعجب وليداتكم. والى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.